نتقدم بجزيل الشكر إلى اليو اس ايد كممول لمنظمات المجتمع المدني وخصوصا منظمة الإسكان التعاوني، وذلك للإشراف وتنفيذ عدد من المشاريع التي عجزت في بعض الأحيان الحكومة عن إنجازها، ولدعمهم المستمر في حقل الخدمات، بالإضافة إلى أنهم اليوم تم إنهاء الورشة التدريبية التي أقامتها مؤسسة الإسكان التعاوني تحت إشراف مجلس محافظة الأنبار في مجلس قضاء الرمادي، والذي كانت تتألف من عدد من المجالس الأقضية والنواحي التابعة لقضاء الرمادي، بالإضافة إلى أن هذه الورشة التدريبية قد كانت تتضمن كيفية الوصول إلى الخدمة وأولويات المشاريع التي تنجز حسب الحاجة لها، بالإضافة إلى أن كان هناك حضور كبير في هذه الورشة، وكانت هذه الورشة بناءة إن شاء الله تعالى وفعالة لخدمة هذه المحافظة، وقد كانت تتضمن كيفية الوقوف على أولويات المشاريع التي تنجز في على مستوى القضاء أو مستوى الناحية كأولوية خدمات تقدم إلى المواطنين، وقد كان الحضور جيد جدا، بالإضافة لأن لمجلس المحافظة الدعم المباشر لهذه الورشة. وفي نهاية كلامي أود أن أشكر اليو اس ايد كممول لمنظمات المجتمع المدني وخصوصا لمؤسسة الإسكان التعاوني، كونهم الداعمين الأوائل لحقل الخدمات والمشاريع المنجزة، بالإضافة إلى أنهم قد ساعدوا في إنجاز مشاريع قد تفوق إلى إمكانيات الحكومة نوعا ما.